كنشوف حنا كيموتو مسلمين زعما اجنبيين كيقولوا كياخذوا المدرسه معناهم كياخذوا على نظره خايبه على الاسلام. ومين ما شوف حنا الاسلاميين الاسلام بحال يقدروا يطويوا دغيا حنا كنبقاو انا النظر ديالي في هذوك هذاك اللي كتب ديك القضيه انه تخلف مواعيد يعني مواعيد بالدين ديالو ما يخليش مثلا هو يقتل واحد اخر ديالو كاين فيها القضيه مثلا هذاك الدري قدر ولي امره هما اللي سبب في داك الشيء اللي كتب حيت هما ما ربوش مزيان وما وعاوش بهاد الاشياء اللي خطيره وهي جاو كتبها وما عرفش هو العواقب ديالها اللي راه غير فهمتي ما ربيش باش يكتب هذاك باش الدين ديالنا بالعكس تيحت الدري انه قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني ما خصش يكون عندنا حنا بالعكس خصنا في الدين الاسلامي نتعاونوا ما نكونوش ضد بعضياتنا بما انهم واخا هما ماشي من الدين الاسلامي ديالنا وماتوا خصنا نتعاونوا معاهم نتضامنوا معاهم كما تنشوفوا الاخوان ديالنا تيهزوا لنا فيتات تيحفزوا بلي واخا ما نحفزوهمش ماديا ولا اجتماعيا المهم هي نعاونوهم معنويا باش هما مساكنين يشوفوا حنا هكا كتحفيز لهم بلي راه غير تتشوس مع ديال الدين الاسلامي ديالنا واخا حنا راه ما دايرينش هكا وتنقول لكم بلي تحيدوا هاد النظريه من عقلكم وحاولوا انكم تجنبوا هادشي وتعاونوا مع هادشي باش نوصلوا لهم بلا حنا تندعموا عواقب تقدر تكون قانونيه انا ما عارفاش ولكن عواقب تتأدي ان الناس اخرين اللي ما عرفوش الدين الاسلامي تياخذوا عليها نظره في شكل ما تي وعاوش بلي راه الاسلام الدين فهمتي صالح ويحثوا على ديك التعاون وداك الشيء بالعكس يقولوا بلي كيف مات واحد كيف ما ماتش اما هما راه تي اعتقدوا